الدرس الحالي من دروس برنامج دايركتور بعنوان Inserting Cast Members in the Score. Inserting Cast Members in the Score. كما تعلمنا من قبل فداخل برنامج دايركتور توجد مجموعة من العناصر داخل كاست. هذا يعني أن هذه العناصر متاحة ومتوفرة وبإمكاننا استخدامها في أي وقت، لكن لن تظهر ولن تمثل داخل العمل حتى يتم إدراجها إلى داخل سكور أو إلى داخل ستيج. نريد أن نتعلم الآن كيف يمكن إدراج هذه العناصر داخل سكور، وما الفرق بين إدراجها داخل سكور وإدراجها داخل ستيج مباشرة. نحاول ملاحظة الفرق. الآن بإمكاني الاختيار، اختيار مجموعة العناصر التي أرغب في إدراجها. لو فرضت أنها هي هذه العناصر جميعا، بإمكاني أن أسحب هذه العناصر جميعا إلى هنا إلى داخل سكور. كما ترون بإمكاني أن أقرر عند أي إطار أبدأ بهم. بما أنهم بداية العمل أظن أنني سأقوم بإدراجهم عند الإطار الأول. كما لأن هذا نفس منطق التعامل مع برامج الفيلم برودكشن والمونتاج، تايم لاين، فريم 1 فريم 2 3 4 واحنا ماشيين. فالآن بإمكاني أن أدرج هذه العناصر جميعا إلى داخل سكور. ماذا لاحظنا؟ لاحظنا أن إدراجهم داخل سكور يؤدي إلى ظهورهم جميعا داخل ستيج. مع ملاحظة هامة، الآن يمكننا التراجع عن هذه الخطوة لنجرب. جربنا الآن إدراج هذه العناصر داخل سكور فوجدناها تظهر داخل ستيج. ماذا لو أدرجناها مباشرة داخل ستيج؟ سوف تظهر داخل ستيج وبنفس الوقت وبالتأكيد ستكون موجودة داخل سكور. لكن الفرق كما لاحظنا أن إدراج هذه العناصر إلى داخل ستيج يجعل موضعتها حرا، فأنا الذي أتحكم في أي مكان تظهر. كما ترون أكرر مرة أخرى، إذا أدرجت العناصر إلى داخل سكور فهذا يعني أنهم يظهرون داخل ستيج ولكن في المكان الصحيح بدءا من نقطة الصفر. لكن إدراجهم مباشرة إلى الستيج قد ينتج عن موضعتهم في مكان معين. بالتالي ما الأفضل من أجل ضمان نزول العنصر أو اللاير أو الجزء من أجزاء التصميم في مكانه في التصميم؟ هو إدراجه إلى داخل سكور. والآن وجب أن نقرر، وقبل إدراج العناصر أي العناصر نود أن نبدأ به. مبدئيا أتوقع أنه بإمكاننا استثناء مجموعة من العناصر والمعبرة عن حالات الأزرار المختلفة، button 1 roll، button 2 roll، button 3 roll. جميع هذه layers لا أتوقع أننا نحتاجها أبدا في هذه المرحلة، ولن نحتاج إلى إدراجها إلى داخل التصميم، لأن استدعائها مع التفاعلية لن يكون عن طريق إدراجها إلى الستيج، وإنما من خلال الكود البرمجي سيقوم هو باستدعاء هذا العنصر في حال وضع مؤشر الماوس فوق الزر. إذن لا حاجة بالمرة إلى شمول هذه العناصر عند إدراج هذه الليرز. الآن كيف يمكننا استثناء بعض العناصر عايشة؟
يمكنني استثناء بعض العناصر من خلال زر كنترول في لوحة المفاتيح، كنترول مع النقرة، كنترول مع كليك. بإمكاني استثناء ما أرغب في استثنائه من عناصر. حتى لو كنت استثنيت هذا العنصر وأريد شموله مرة أخرى، كنترول مع كليك مرة أخرى. إذن سهل جدا أن نقوم بتحديد ما نرغب من عناصر لاستيراده. الآن جميع العناصر التي أحتاجها محددة، أقوم الآن بإدراجها إلى داخل سكور كما حددنا. تم إدراج العناصر وثمت ملاحظة. الملاحظة الهامة، نلاحظ جميعا أن جميع هذه العناصر أدرجت إلى تايم لاين داخل سكور، لكنها تمثل حتى إطار معين. ما رقمه؟ 28. إذن المعلومة أن إدراج مجموعة من العناصر إلى سكور تأتي ممثلة في لينث، مدى زمني، مكان على التايم لاين محدد بعدد من الإطارات. هذه 28 بإمكاننا التحكم فيها. بإمكاننا عند إدراج عنصر أن يأتي ممتدا عبر 50 إطار مثلا، إذا كنا نريد ذلك، إذا كنا نريد ذلك، وهذا له ارتباط بتصوراتنا في التحريك. مثال أوضح، عندما نأتي إلى تفعيل الأزرار نقرأ على زر معين ينقلني إلى شاشة محتوى معينة. شاشة المحتوى المعينة لها مجموعة من اللايرز والعناصر. هذه العناصر عندما أدرجها إلى داخل تايم لاين، هل أريد تمثيلها في 28 فريم أو 30 أو 50؟ فقط يكفيها إطار واحد، لأنني أريدها فقط أن تظهر، ليس هناك حركة سأعمل عليها. بالتالي هذا هو مفهوم وفكرة لينث أو طول السبرايتس التي تم إدراجها إلى داخل سكور. وهنا السؤال، كيف يمكننا التحكم في المدى أو في الطول الذي يتم به إدراج العناصر إلى داخل سكور؟ من داخل Preferences الخاصة ببرنامج دايركتور نجد خيارا باسم سبرايت، وهنا أريد أن أتوقف قليلا لأشرح سبرايت. سبرايت، أود أن نعلم أن كل العناصر التي توفرت هنا، كل العناصر التي توفرت هنا داخل كاست، جميعها يسمى ممبر، كاست ممبر، كاست ممبر. وكل العناصر التي تم إدراجها إلى سكور وبالتالي ظهرت داخل ستيج صار لها اسم جديد. أعتقد أنكم تقرؤون سبرايت 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 سبرايت. ما فيش ميريندا؟ سبرايت هذا هو اسم العنصر بعد ظهوره، صار الممثل الموجود على خشبة المسرح، لكن بقاؤه داخل كاست اسمه ممبر. تمام. الآن سبرايت من قائمة Edit Preferences Sprite نجد هناك اختيار Span Duration 28، وهو نفس الرقم الذي تم إدراج العناصر بطول الإطارات 20 شروق. بالتالي يكون هذا هو المكان الذي نستطيع من خلاله أن نقرر إلى أي طول أو إلى أي عدد من الإطارات نود استيراد العناصر عند إدراجها. فلو كان هذا الرقم 1 فعند إدراج العناصر تظهر في إطار واحد. بالتأكيد المفيد لنا في هذه المرحلة أن نجعلها على هذا الرقم، لأننا سنعمل على هذه الإطارات خلال تحريك المقدمة المتحركة Animated Intro.
animated intro. وبالتالي تعرفنا خلال هذا الدرس على طريقة إدراج العناصر من داخل cast إلى score.